قال مدير عام بنك التنمية الأفريقي بشمال أفريقيا محمد العزازي إن البنك ساهم في مشروعات متنوعة في مجال الطاقة في مصر، ومن بينها مشروع محطة بنبان. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشار العزازي إلى أن مشروع بنبان بات من أشهر المشروعات في العالم ومنطقة شمال أفريقيا على وجه الخصوص. مصر هذه تقريبا مدة طويلة وإحنا شغالين على المشاريع الطاقة. عندنا مشاريع كبيرة دخلنا فيها القطاع الخاص زي الطاقة الشمسية بنبان مثلا، مشروع كبير اشتغلنا عليه احنا في البنك الافريقي مع الحكومة المصرية، والحمد لله هذا المشروع معروف الآن في العالم كله. وكيف أن أول مشاريع اللي عملنا في شمال افريقيا في الطاقة الشمسية كانت في مصر والحمد لله، وما عملناش غير بنبان، عملنا ثلاث مشاريع أربع مشاريع أخرى في هذا الميدان مع القطاع الخاص آخر، مش كل مشروع بشركة خاصة في هذا الميدان.